نداءات تضيع في الفراغ منذ أكثر من عام، لا أحد يسمع صوت هذه الأم المخنوقة بلوعة غياب ولدها أو يكترث لمصير المختطفين في سجون الميليشيا. منذ أشهر طويلة تحتجز ميليشيا الحوثي والمخلوع عددا من الصحفيين والناشطين في أوضاع بالغة الصعوبة تحت التعذيب النفسي والبدني بحسب إفادة أهل المختطفين، فيما تستمر وقفات أمهاتهم وأخواتهم بلا يأس أو ملل رغم ما تعرضن له من اعتداءات على يد عناصر الميليشيا ومن خذلان من المجتمع المدني ومن يفترض أنهم رعاة ودعاة حقوق الإنسان. خلال الأيام الماضية كانت النداءات الإنسانية تتوالى عن تدهور حالة الصحفي عبد الخالق عمران المختطف في سجن الأمن السياسي بصنعاء مع رفاقه البالغ عددهم 14 صحفياً. نقابة الصحفيين اكتفت بإدانة استمرار احتجاز عمران ورفاقه وحملت ميليشيا الحوثي والمخلوع مسؤولية ما يتعرض له بعد أن قالت أسرته إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة وأصبح مشلول الحركة وإن حالته الصحية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، ولكن الميليشيا ترفض السماح بذلك. وفيما تمتلئ السجون بالمختطفين لا يبدو أن ميليشيا الحوثي قد اكتفت بما لديها، فهي لا تزال تبحث عن المزيد من الضحايا. وخلال الأيام القليلة الماضية قامت الميليشيا باختطاف ما يزيد عن 60 شخصا في محافظة البيضاء و9 أشخاص في محافظة عمران. وبحسب مصادر محلية فإن الميليشيا اقتحمت قرية طياب في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء واختطفت 30 شخصا إضافة إلى 15 طالبا و4 معلمين. تستمر الميليشيا في سلوكها الإرهابي وهذا ليس جديدا، ولكن ما لا يجب أن يستمر هو هذا الخذلان الكبير الذي يتعرض له المختطفون في سجونها، وتبقى هذه النسوة في انتظار أي جهد يعيد لهن أبناءهن ويدفع عنهن اعتداءات عناصر الميليشيا المتكررة.